وغيك وغيك هاتي الدين ورقيسي لا تفيد الجدود ولا تفيد الوالدين غيك هاتي نانت المشركين قريش نانت الرسول صلى الله عليه وسلم نادي واش كاس التوحيد على سنتين قولوا لا اله لا اله الا الله تفلحوا الناس ماذا كي قال لا اله الا الله ما هي كان التوحيد نال اللي تفيد ربريتينا القران بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون الناس هون كن غالي الزالين فلا جدنا حالا سكار هاتي العدد نميد نرتيني غيك حاليا نرتيني ستيني هاسني تكرانيك الدين الجديد هما كان الدين الجديد ظالي في الله الرسول ظالي في الله نفقيرن لا جو اللي نفا العلم قد قال الله قال رسوله ماشي قال فلان قال الشيخ فلان قال العلان يعني عوري بنا الكلام نصفا فما الدليل غنى فينا ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه يعني